على هامش هذه الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس، من المنتظر أن يجري سيادته عدد من اللقاءات الثنائية التي تجمعه بعدد من الرؤساء والقادة والزعماء المشاركين في هذه الفعالية الهامة. في مقدمتهم لقاء هام سوف يجريه سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار وتواصل التعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وروسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من اللقاءات سوف يجريها سيادته مع عدد من الرؤساء المشاركين في هذه الفعاليات، من بينهم الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الجنوب أفريقي، وأيضا عدد من رؤساء المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبين هذه الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة الاقتصادية. تجمع البريكس كما أشرنا أحرز نجاحات متلاحقة في الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد تعزيز أطر التعاون بين دول المجموعة في عديد المجالات، وربما كان هذا هو الحافز لعدد كبير من الدول التي أعلنت وتقدمت برغباتها للانضمام إلى هذا التجمع. في هذه الأثناء يغادر موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض مطار كازان، متوجها إلى مقر إقامة سيادته وسط العاصمة التتارية كازان، استعدادا لمشاركة وبدء مشاركة السيد الرئيس في هذه الاجتماعات الهامة التي تأتي بصفة رسمية بعد انضمام مصر إلى هذا التجمع مطلع العام الجاري، وأيضا تعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون مع دول هذه المجموعة، ويعكس أيضا اهتمام دول المجموعة بعضوية مصر الهامة والفاعلة في هذا التجمع الذي كما أشرنا أعزائي المشاهدين أحرز نتائج وأحرز نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ربما أبرز هذه النتائج هو تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال يناهز 50 مليار دولار، وفي هذه الدورة تحديدا من هذه الاجتماعات يناقش المجتمعون مضاعفة هذا المبلغ وهذا رأس المال ليصل إلى 100 مليار دولار. كما أيضا نجح أعضاء المجموعة في تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار، ما يسهم في تخفيف حدة التأثيرات سواء السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية على أعضاء دول التجمع، وتخفيف هذه التأثيرات بمنح قروض ميسرة ومنح ومساعدات ومساهمات مالية مباشرة لتسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة. هناك قائمة طويلة من الدول التي تقدمت بقبول عضويتها في هذا التجمع، من القارة الإفريقية، من أمريكا اللاتينية، من أيضا عدد آخر من الدول الإفريقية. كل هذه الدول أكثر من 38 دولة تقدمت برغبتها للانضمام إلى هذا التجمع الهام الذي بات يمثل صوت الجنوب وصوت الدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية. السيد الرئيس وصل كما تابعنا أعزائي المشاهدين منذ قليل إلى عاصمة تتارستان ضمن الاتحاد الروسي كازان للاستعداد للمشاركة في هذه الفعاليات وهذه الدورة الهامة من دورات انعقاد دول تجمع البريكس. تحياتي مرة أخرى وعودة إلى الاستوديو.